أنا واحد من المضررين من هذه الأزمة، أزمة البترول، ومثل ما أنتم شايفين لا نستطيع أن نخرج بسياراتنا، والباص حقي هنا مقنب، لا يعني الذي كان يدخل لي قوت يومي ما أقدر أخرج أشتغل، لأنه خلاص الآن أصبحت البترول أزمة، ومثل ما تشوفوا المحطات يعني هل هذه حركات من أنهم يعبوا لك يوم أسبوع يقول لك أزمة ما في بترول، يخرجوا يبيعوا في السواق السوداء، السواق السوداء أسعار هائلة يعني تحصلها من 25,000 إلى 30,000، يعني من المستطيع أن يشتري هذه البترول؟ نعاني من الأزمات المتكررة للمشتقات النفطية، فأصبحت غلاء فاحش في السوق السوداء بحيث أننا لا نستطيع شراءها، وتعطلت أعمالنا بحيث أن احنا لا نستطيع الذهاب إلى العمل. نأمل من الحكومة توفير المشتقات النفطية وعمل حل جذري لإنهاء هذه الأزمة.